انا عايز افرق بين، حتى لو الاثنين سميناهم علم، قلنا علم تجريبي وعلم انساني، حتى لو الاثنين سميناهم علم، انا اختلاف مش في الاسماء، يظل الفرق في الاخر قائم. في فرق كبير بين انه انا لما ان انا اعمل تجربه فيطلع عندي قانون فيبقى القانون ده علمي، يعني انا لو بعمل كوبري ما فيش عندي مساحه ان انا اقول أو لا والله المعادن لا تتمدد بالحراره فبالتالي. ما انا الاستاذ ممدوح عفوا يعني قال لك على انه في الغرب بيعتبروا العلوم الانسانيه علوم لا، بس هنا حتى لو هو اسمه علم او ما اسموش علم، مش دي الفكره، التفرقه بتبقى قائمه حتى في جوه هذه العلوم. يعني في علم النفس في فرق كبير جدا بين علم النفس التجريبي القائم على تجريب والقائم على الماء على الماده وتحليل المخ وتحليل عناصر وتحليل كذا كذا كذا، وبين التحليل النفسي اللي هو زي فرويد ويونج. يعني هذا التفرقه قائمه حتى داخل هذه العلوم الانسانيه، حتى في علم زي علم التاريخ يعني بيفرقوا بين التاريخ القائم على الحفريات والنقوش وكده، وبين انك يعني انك تحكي حكايات الحكايات الشفويه. التفرقه بينهم حتى بغض النظر عن الاعتراف او عدم الاعتراف، التفرقه بين العلم التجريبي القائم على التجريب والقائم على الماده وبين العلوم اللي هي فضفاضه اكتر ومش يقينيه والنتائج، تفرقه مهمه. انا ما بطالبش بوقف حاجه، انا ما بطالبش بانه الناس تبطل تعمل حاجه، لكن انا بتكلم حوالين مهم جدا نفرق بين العلم اليقيني بين العلم التجريبي اليقيني وبين اللي هو المعارف الانسانيه الثانيه، حتى لو في الاخر هتسميها علم فهو برضه نوع مختلف من طب يعني هنا المشكله في التعريف نفسه. ايوه، ما هي لانها بيترتب عليها حاجات تاني، ودي الخطوره اللي قالها الاستاذ ممدوح. قال لك لا، ما احنا مش هينفع عشان بالتالي هينتج عندي 1300 مليار و300 مليون اسلام بمليار، وهو ده اللي حصل اصلا بغض النظر عن انت فرضت ايه او ما فرضتش ايه. فرض حاجه دي مساله مختلفه. يعني فكره ان احنا نقول والله احنا هنفرض انه الستات تلبس الزي المعين، دي قضيه مختلفه. انت عايز تفرضه افرضه، بس ما تقوليش ان ده العلم، ما تقوليش العلم بيقول كده. انا عايز هنعمل في نهار رمضان ما فيش حد يشرب ميه في الشارع ولا ياكل ولا بتاع، عايز تعمله اعمله، دي قصه تاني، يعني ده مناقشه تاني، بس ما تقوليش العلم بيقول كده. يعني حتى نفسه ما تقوليش انه العلم بيقول انه الصيام مفيد للصحه، لانه دي هنا الخطوره. انا الخطوره مش فكره انه انا عايز الدنيا تمشي سلاح مداح، لانه القوانين اي قوانين في الدنيا دينيه او غير دينيه في الاخر ممكن يبقى في ناس مش مقتنعه بيها. طيب